الخامسه للمنظمه تحت الرعايه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. كلاحظتوا مشاركه ديال جميع الفاعلين في القطاع ديال طب الاسنان على المستوى الوطني والعربي والافريقي، حضور عمداء كليات، برنامج علمي جد مكثف كيخص اطباء الاسنان ومرممي الاسنان. يعني الحمد لله المستوى ديال المعارض اللي كيلقى اليوم حظى بواحد المركز يعني كأكبر تظاهره لطب الاسنان على المستوى الافريقي هي اللي عندنا في المغرب، وهذا الحمد لله كيعطينا واحد الصبغه باش كيمكننا نجاهد باش تولي الأدية الافريقيه كلها في المغرب. اللي لاحظتوا وجود افريقي مكثف للشخصيات اللي كتعمل في القطاع من رؤساء هيئات، من عمداء كليات، من اطباء ممثلين مؤسسات ديال طب الاسنان في افريقيا حاضرين معنا، وهذا كيعطينا واحد الصبغه ان هذا المعيد ولا الحمد لله اختار الصبغه ديالو على المستوى الافريقي. وان شاء الله باذن الله كنطمحوا باش دائما هذا المعرض يلقى باش يكون هو الاكبر على المستوى الافريقي.